اخي الفاضل محمد، انا براحتك خالص، عندك لو مضطر. عندك فوائد تانية قولها، مفيش مشكلة. الإخوة بيستفيد وأنا بستفيد وكلنا بنستفيد. استنى كده، وقبلوا بعضكم بقبلة مقدسة عادي يعني الأمر. والرداء اللي تركته عندك هاته معاك وأنت جاي، ولا سيما الله الطاقية، يخليك. لا سيما الطاقية. لا الله يبارك لك. بارك الله فيك، جزاك الله خير. انا والله عشان بس الوقت عندي تأخر، لكن ان شاء الله حتكون في بيننا حوارات كثيرة جدا في ربنا مرات يبارك لك قادمة، مش حيكون هذا آخر حوار بإذن الله. واي شيء في حبيبي. ارهاب ما انت تنسيش الارهاب قاعد يزين ان شاء الله تعالى. اي شيء فيه رأب انت قاعد موجود فيه. واي موجود شيء فيه. ارهاب خاصة مقارنة، أي شيء في مقارنة طب ايه خاصة رأيك، بالإرهاب بين الإسلام، لأنه هذا الشيء. ايه رأيك أيوه نعمل تفضل. حوار بين مسيح الإسلام ويسوع الأناجيل؟ ما فيش مشكلة عادي، ما فيش على مشكلة. فكرة ما هو مسيح الإسلام في مواضيع كتيرة جدا، منها القول اللي انت عملته بتاع المرأة، قول للمرأة كذا وقول النبي محمد للمرأة كذا، أمر يسوع بإيه وهكذا. عندما يسوع قال ما جئت ألقي سلاما على الأرض بل سيفا، بينما محمد عليه الصلاة والسلام إيه جاء رحمة للعالمين وهكذا. لو عايز تعمل مقارنة حتى في دي أنا معاك، لأن أنا هعمل الموضوع ده كسلسلة. النبي محمد بين تمام، الإسلام، ما فيش معذرة، مفيش. يسوع بين الإسلام ويسوع بين المسيحية. ما عنديش أي مشكلة. على فكرة النص اللي أنت تكلمت عنه، لما المسيح يسوع قال ما جئت لألقي سلامة، بعض النصارى هنا بيدلس وبيفسر هذا النص بمعنى إيش؟ يقول لك لا، معناه هنا إنه يسوع جاء، وهذا معنى كلامه ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، أي أن أتباعه سيتعرضون للاضطهاد. بالسيف. تمام؟ هذا النص، هذا الكلام غير منطقي أبدا. لماذا؟ لأنه قال ما جئت لألقي، ما جئت لألقي، يعني أنا لما أقول لك ما جئت لألقي عليك هذا القلم، من الملقي هنا؟ انت أنا. هو يقول لك ما جئت لألقي سلاما، يعني هو مش صاحب السلام. انا مش جاية اصلا بالسلام، انا مش جاية جاي اصلا أعطيك بالسيف. السلام. يعني ايوه لما انا اقول لك ما جئت لألقي عليك هذا القلم، يعني انا مش حرمي عليك القلم ده، خلاص، مش انا، ايوه مش انا بس اللي هرمي حرمي. عليك حاجة تانية، بس هرمي عليك حاجة تانية. يلا. لكن هو ماذا قال؟ ما جئت لألقي سلاما، يعني هو مش حيلقي سلاما بل سيفا، يعني في شيء آخر حيلقيه بدل هذا السهم. نعم، أنا ضربت المثال ده كتشبيه يا حاج. أنا على فكرة التشبيهات بتبقى أقوى. بص كده، أنا جاي لك البيت فبقول لك يا زين، أنا ما جيتلكش البيت لألقي عليك السلام، بل جيت البيت لألقي عليك السيف. فهمتوا إيه؟ مش محتاجة كده شرح، أهي صح. واضحة موضحة نفسها. مفيش صعب مستصعب. أنت ليك في حوار الشيعة ولا لأ صحيح؟ لا أنا مش محاورهم، بس يعني مستعد لو عندهم حوارات. أنا عندي اطلاع على يعني كتب الشيعة وهكذا، يعني لو واحد طلب مني حوار أحاوره، بس مش مهتم بيهم كثير يعني. اما تحاور نصراني كده قول له الرب عندكم جرة للصليب كالجمل المغشوش. ده عندهم الامام جرة للبيعة كالجمل المغشوش. قول له جرة هيقول لك نوع من انواع التشابه بين العقيدتين. شوف عقيدة الشيعة وعقيدة النصارى، وانا عامل الموضوع ده الكلام ده هقوله قاصد يعني. بص كده، النصارى خدوا فلوسهم عن طريق الخمس، النصارى قصدي عن العشور، وبعضهم سوق غفران. الشيعة عن طريق الخمس. النصارى العيال الصغيرة والرشم والاعتراف والكلام ده كله، الشيعة عندهم المتعة. النصارى يا عذرة، الشيعة يا زهرة. النصارى يا حسين، النصارى يا يسوع، الشيعة يا حسين. النصارى يتبركون بالصليب، الشيعة يتبركون بالتربة اللي مات عليها الحسين. النصارى يعبدون القبور والوسائط والتماثيل، المعذرة، النصارى يعبدون القديسين والتماثيل والأصنام. الشيعة نفس النظام. النصارى عندهم، كنت عاملها، كنت كاتبها وجه مقارنة بين الشيعة والنصارى.
أوجه بس هنا التشاؤم الأخ يعني. كاتب، هنا الكاتب الأخ هيقول لك المقصود بالسيف هنا سيف الكلمة، لا مش المقصود سيف الكلمة. ما هو الدليل على ذلك؟ لما يسوع قال لهم، قال لتلاميذه كل واحد منكم فليبع ثوبه ويشتري سيفا. سيفا. النصارى هنا يفسروا السيف بمعنى كلمة. طيب هذا الكلام يسوع وجهه لمن؟ وجهه للتلاميذ. طيب هل التلاميذ نفذوا هذا الكلام؟ نعم نفذوه. بطرس أكبر تلميذ كان عنده سيف وقطع أذن رئيس حد الكهنة، رئيس الكهنة. عبد رئيس الكهنة، قطع أذنه. طبعا يسوع في هذه النقطة منعه لماذا؟ لماذا صح. منعه وهو الذي قال له فليبع ثوبه ويشتري سيفا؟ طيب يعني هل لماذا هل يوجد عنده نص في الإنجيل منع بطرس، إنه لما بطرس عنده كان هذا السيف، لماذا يسوع منعه من رفع هذا السيف فقط في هذه في هذا الموقف؟ لماذا لم يمنعه في مواقف أخرى؟ طبعا أكيد كان معه السيف من يعني من زمان اشتراه أكيد، يعني مش في النقطة في اللحظة هذه بس يعني اشتراه. لماذا لم يوبخه يسوع إلا في هذا الموقف بالذات؟ لماذا لم يوبخه لما اشتراه مثلا؟ لما اشتراه لماذا لم يوبخه؟ لم يوبخه لأنه هو من أمره أن يشتري هذا السيف. لكن لماذا وبخه في هذا الموقف؟ لأنه كان في موقف ضعف، كان محاصر بالجنود. طبعا يعني يا أخ، أنت أخ محمد مثلا، أنت محاصر لا قدر الله مثلا، محاصر ب أو مش أنت، واحد ثاني محاصر بعشرة جنود ومعه صديقه فتح مطوة زي ما تقولون أنتم أو سكين. ايوه. أنت بحسب رأيك هذا الشخص اللي موجود في وسط هذا في وسط هؤلاء الجنود، هل سيشجعه على ضرب هؤلاء الجنود، على طعن هؤلاء الجنود، أم يقول له لا لا خبي عندك المطوة؟ لا. هذا الكلام أكيد حيقول له خبي المطوة، لأنه هو في موقف ضعف. من الآخر لو هو عمل أي حاجة حتيجي على دماغه، يعني أي لو خبي بطرس صح. عمل أي لو بطرس عمل أي مشكلة حتيجي على دماغه. لكن في هذا الموقف هو منعه من أن يضرب. على فكرة بطرس يسوع لم يمنعه من حمل من وضع السيف عنده، إنما منعه من قطع الأذن أو من استعمال هذا السيف. يعني هو لم يقل له ارمي هذا السيف أو ابعده عنك، لا 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 لم يمنعه من ذلك، هو فقط منع. في نقطتين في النص ده. النقطة الأولى لما قال من يؤخذ بالسيف بالسيف، من يأخذ بالسيف بالسيف يؤخذ، إنه خاف إن الرومان يجتمعوا عليه فيقتلوه هو. خدت بالك؟ يعني إيه؟ ممكن يعني شيل السيف بتاعك ده يا ابني، أنت كده هتخليهم يموتونا. خلاص؟ ايوه النقطة الثانية، لماذا لم يأخذ منه السيف حتى بعد الضرب؟ وفين الدليل إنه أخذ منه السيف بعد الضرب؟ ما ظل مع السيف. إن كان فعلا زي ما بيقولوا كان يعني المفروض أخذ منه السيف. صح، اتفضل. يعني هو لم يمنعه من حمل السيف معه دائما، إنما هو منعه من استخدام السيف في هذا الموقف، بالدليل أنه لم يمنعه في مواقف أخرى. عمر ما شفناش نص أنه منعه من ولم هذا يأخذ الموقف منه السيف، ولم يأخذ ولم منه يأخذ السيف. منه السيف. لكن لما يسوع كان في موقف قوة ماذا كان يفعل؟ كان يبيد أمم، كان يمسح أمم. والنص اللي أعطيته لك صحيح، المرة الماضية عهد في سفر التمام. أشعياء، في سفر أشعياء إصحاح 66، الرب بالنار يعاقب وبسيفه على كل بشر ويكثر قتل الرب. هذا لما كان إيش؟ نعم. في موقف قوة، لما كان في موقف قوة فيكثر قتل الرب. لكن لما يكون في موقف ضعف لا 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 خبي السيف يا ابني ما طب ينفعش. لا لا، استنى استنى، هروح بعيد ليه؟ انت موقف قوة انت قلته، لما جاته المرأة عشان بنتها مش عارف مالها، مش ده موقف قوة؟ قال لها ايه؟ ايوه امشي يا خلاها كلبة، يكلم. امشي يا كلبة، امشي، جاي تعمل ايه هنا؟ موقف قوة اهو. طيب فأما أعدائي، ده موقف قوة ولا ضعف؟ النصارى بيقول لك ده موقف قوة. لما يكون موقف قوة هيقول ايه؟ أعدائي أيوه هاتوهم هنا واذبحوهم قدام. ليه؟ موقف قوة. طب موقف ضعف؟ لا يا عم، مشي حالك. طالما موقف ضعف، طالما موقف ضعف هنمشي حالنا. وعلى الله فكرة المستعان. هذه ليست المرة الوحيدة، هو دائما في كل مواقف ضعف ينقلب برجل سلام فجأة. يعني لما كان على الصليب في موقف ضعف ماذا قال؟ يا أبتاه فلتغفر لهم.
لكن لما كان في موقف قوة، يا أغبياء يا أولاد الأفاعي، جيل فاسق وشرير يطلب آية ولا تكون له آية إلا آية يونان النبي، يا أولاد الأفاعي يا أيها الجهال أيها العميان، وين فلتغفر لهم يا أبتاه هنا؟ راحت اختفت هنا. لما بتقول لا تعطوا القدس للكلاب، ولا تطرحوا الدر للخنازير، وين هذا الشتائم كلها هذه أين؟ لما كان في موقف قوة. لكن لما يكون في موقف ضعف ومعلق محاصرينه من جميع الجهات، يا أبتاه فلتغفر له، هنا رجل مسالم بحسب هذه النصوص. هذه معتدين عليه مش أول مرة، احنا اعتدنا على هذا الشيء. نعم، سيف الكلمة، سيف مش عارف مين. المهم هو بعض الناس كمان بيظن ان الكلام ده تبرير او اخراج من المشكلة. لا، زي واحد عايز يقول لي حاضر يا صاحبنا اللي بيسأل السؤال هنجاوبك، حاضر يا حمدي، مع اني خرجت عن الموضوع لكن مش مشكلة. زي واحد عايز يقول او عايز يخرج من كارثة، الا وهي ان يسوع ما بيقتلش حد وما بيضربش حد ومش عارف مين، هو ظنا منه ان ده، تفكرتني حاجة في موقف قوة هقوله لك، حاجة انه ان ده حاجة كويسة مع ان ده حاجة غلط، مع ان ده حاجة غلط، ده انت كده بتتهم ربك بالضعف. عايز تاخد موقف قوة وعمل فيه اصعب من كده، لما دخل الهيكل ولقى الصيارفة بيبيعوا جوه الهيكل، قام عامل ايه؟ عمل قرباج ونزل ضرب في الصيارفة. عارف النص ده؟ اهو موقف قوة. موقف القوة بتاعه عمل فيه ايه؟ نزل وسكب ضرب في المواني الصيارفة. طب لو سكب كان بقى الأواني. الصيارفة متلمين حواليه ومعاهم عصية، كان عمل كده؟ ما كانش عمل كده. هنا بقى ما كانش عمل كده. ليه؟ كان هيضربوه؟ هيقول لك لا مش هعمل كده. شوف كده؟ فالله المستعان. اتفضل يا حاج. كان في واحد بيسأل سؤال، بيقول لك ان النبي ليه ترتيب الصور؟ اهو بيقول لك شبهة، يسألون لماذا لم يتم جمع بس في القرآن كاملا كما نزل ولكن لم توضع سورة العلق اقرأ. لا، ده عايزين عليه دليل. في الاول، لا، اول الوحي شيء، في اول الوحي شيء، وفي ترتيب الصور شيء. يعني ايه؟ من الذي رتب ووضع الفاتحة قبل اقرأ، قبل البقرة، قبل الناس، قبل ده ترتيب من النبي عليه الصلاة والسلام، توقيفي. الكلام ده عليه إجماع، تمام؟ انعقد الإجماع على أن ترتيب الآيات على هذا النمط وصور القرآن كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجتهد فيه لا الصحابة ولم يجتهد فيه إيه ولا التابعين. السيوطي يقول الإجماعات أي السيوطي يقول في كتابه، لحظة ما أجيب اسم الكتاب، مناهي للعرفان، يقول وقد اجتمع الإجماع والنصوص المترادفة على ترتيب الآيات توقيفي لا شبهة فيه، ومما حكى هذا الإجماع جماعة منهم الزركشي في البرهان وأبو جعفر في المناسبات، يقولون ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم من غير خلاف في هذا بين المسلمين. تمام، هذا نقل السيوطي. وكذلك الباقلاني نقل هذا الإجماع، قال ترتيب الآيات أمر واجب وحكم لازم، فقد كان جبريل يقول ضعوا آية كذا في موضع كذا، وقال في الانتصار وإليه نذهب إليه أن جميع القرآن الذي أنزله الله وأمر بإثبات رسمه ولا رفع تلاوته إلى آخره ونظمه ثابت على ما نظمه الله تعالى ورتبه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم من آي السور، من آي يعني من آيات السور، لم يقدم من ذلك ولا مؤخر من ذلك. ده نقله الباقلاني، هتلاقوه في كتاب الإتقان في علوم القرآن، ده للسيوطي. تمام، والله المستعان. طيب نعود للموضوع الأساسي. أحسنت، وجمعه وقرآنه الآية. نعم، تفسر كده صح. صحيح تفضل معلومة حاج. يا جماعة. نعم، من الأدلة أن السيف هنا لا يعني به سيف الكلمة. أولا نطالبهم بالدليل أن كلمة سيف لما أتت في الكتاب المقدس أتت بمعنى كلمة. أعطونا دليل أن هي أتت بمعنى كلمة.
احنا عندنا دليل انه كلمة سيف اتت في الكتاب المقدس ولم تأتي بمعنى كلمة، انما اتت بمعنى قتل. قطع الود، والدليل وبالسيف يسقطون، تحطم أطفالهم والسيف ويحرمون يسقط. السيف. نعم، وفي سفر أشعياء هذا النص اللي قرأته قبل قليل، وبسيفه على كل بشر ويكثر قتل الرب. يعني احنا عندنا نصوص كثيرة جدا يفسران معنى، بتفسر معنى سيف إنه معنى قتل وليس معنى كلمة. فأنتم الآن مطالبون بالدليل على أن كلمة سيف أتت في الكتاب المقدس أنا بمعنى كلمة. احنا عندنا، يلا احنا الآن أعطيناكم أدلة أنه معنى سيف في الكتاب المقدس أتت بمعنى القتل، أعطونا أنتم العكس. لا تأتيني بتفاسير علمائك الذين يفسرون لنا نص ليس لنا أخت صغيرة ليس لها ثديان، معنى ثديان هنا المؤمنين وغير المؤمنين. أنا مش هاخذ بهذه التفاسير العبيطة هذه، خليها عندك هذه التفاسير. أنا أريد تفاسير من الكتاب نفسه. أنا عادة لما يلقي علي النصراني شبهة خاصة بالقرآن، في الغالب أرد من القرآن نفسه، لأن القرآن كما قال العلماء أن القرآن هو أفضل تفسير للقرآن هو القرآن نفسه. القرآن بيفسر نفسه، نعم. القرآن بيفسر نفسه. أنت أعطيني أن معنى سيف أتت بمعنى كلمة بحسب كتابك، وإلا فهي باقية على ما هي وعلى ما هو معروف عند كل، على ما هي معروفة عند كل عاقل، أن السيف هو معناه القتل، وكتابك أيضا أقر بذلك أن السيف هو معناها القتل. طيب صحيح، أشكرك أخي، أشكرك أخي الغالي محمد، إن شاء الله حفظك لنا الله مواعيد أخرى حبيبي. وسنتكلم كثير، سنفحص هذا الكتاب إن شاء الله من أوله إلى آخره. صحيح، بالمناسبة دي، بمناسبة الفحص، أنا عايز أعمل السيف حركة هو معناها القتل. بدأت فيها، ألا وهي تفنيد إنجيل متى، تفنيد إنجيل مرقس، تفنيد إنجيل لوقا، تفنيد. عايز أجيبها سلسلة كده من أول الإنجيل، وخصوصا العهد الجديد. أنا لأن عشان برضو ما نوجعش دماغنا بكلام النصارى عهد قديم وما عهدش قديم، مع إن ده كلام فارغ، يعني المفروض بيؤمنوا بالعهدين. فلو حبيت تدخل معايا في ده، تفنيد الأناجيل من أول عدد عدد، أي يعني مثلا لوقا صح، واحد عدد واحد، في مشكلة؟ ما فيهوش مشكلة نعديه. اثنين، ما فيهوش مشكلة نعديه. ثلاثة، في مشكلة نطرحها. أربعة، مشكلة نطرحها. خمسة، ما فيهوش مشكلة نعديه، وهكذا. كنت عملت سلسلة فيها، أو عملت بحث فيه، جمعت لي فيه بتاع، خلينا أوريها لك كده، بحيث لو حبيت أنت الفكرة تعملها أيضا ونجمعها مع بعض، يا إما نجمعها ملفات تمام، بعد كده للإخوة يستفيدوا بيها، وغير هتبقى صوت وصورة وملفات، يعني صوت وصورة وأدلة. شوف كده، بس أخ محمد، أخ محمد، قول. مثل هذه البثات ضروري تحمل على اليوتيوب، ضروري ما أنا جدا. بعملها كده، بحمل على اليوتيوب. أيوة لنا والدكتور أمادو، جهز برضه يا دكتور أمادو اللي عندك ونطرحه بإذن الله. شوف كده، أنا عملت أخطاء إنجيل متى، بدأت في متى اختصارا، يعني شوف، ادي اول مشكله مع متى في انجيل متى، صح واحد عدد واحد. ايه المشكله الاولى؟ بيقول كده: كتاب ميلاد يسوع ابن داود. يسوع ابن مين؟ ابن داود. الخطا الاول ايه؟ ان يسوع من نسل مين؟ داود، وداود بحسب كتابهم زاني. النقطه الاولى، يسوع ابن داود، وجبت الدليل على ان داود عندهم زاني. بعد كده قال لك يسوع ابن داود، وبعد داود يسوع ابن، وما تنساش ان العشان والزواني يسبقون. وبعد كده قام جايب لك يسوع ابن اثنين، ابراهيم ولد اسحاق، اسحاق ولد يهوذا، يهوذا بحسب كتابهم زاني، اولاده من الزنا، والد فارس وزراح اولاد زنا، من ثمار، ثمار زانية. انت جايب الادلة برضو على الكلام ده. تمام. الخطأ الثاني في انجيل متى، في تناقض. حيا الله حبيب احمد مرسي. بعد كده متى 1:6، يبقى عندنا الخطأ الأول في متى 1 و2 و3 و4، خلصناهم. المتى في 6 في تناقض، في متى 1:6: ويسى ولد داود الملك، وداود الملك ولد سليمان. هنا في تناقض مع نسل سليمان اللي بيناقضوا في لوقا 3:21، بيقول فيه إيه؟ ابن مليان، ابن مليا، ابن مينان، ابن متاثة، ابن ناثان، ابن داود، ابن ناثان ابن داود، مش ابن يسى ابن داود. نسب يسوع في متى يسى داود،
يسّا ابن داود، او لا يسّا ابن يسّا ولد داود، داود ولد سليمان، يبقى يسوع ابن سليمان من نسل من طريق سليمان ابن داود ابن يسّا. الكلام ده بيناقض لوقا، قال ان يسوع من نسل مليا ابن مينان ابن متاثة ابن نسان ابن داود، مش ابن سليمان ابن داود. في تناقض، عارف التناقض فين؟ داود يقول فين؟ في متى يقول ابن يسّا ابن داود، في لوقا يقول ابن ناثان ابن داود. أيهما الحق؟ يسوع جاي من أنه نسل؟ من متى، من ناثان ولا من سليمان؟ وسليمان غير ناثان وناثان غير سليمان، خدت بالك؟ شفتوا الفكرة؟ نعم طيب صح. الدليل الثاني على الخطأ الثاني. طب احنا هنتوسع في هذا الموضوع يعني هناخد اكثر في هناخد اريحيه. انا بجيب بس ايه يعني زي ما بيقولوا كده ايه بسرعة بسرعة. متى في مسألة تمام. الاعتماد ايهما الاله واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ يعني في متى 3:16 اللي هو فلما اعتمد يسوع وجد الاب بيقول هذا هو ابن الحبيب، ونقوم داخلين في التالوت بتوسع ونقوم خارجين منه، نشوف النص اللي بعده في متى واللي بعده في متى وهكذا. في مواقع عاملة الامر ده بس ما شفتش حد متوسع فيه كفيديو كبث، ما شفتش حد متوسع فيه على او فكرة هذا تسليم. ابن الحبيب، هذا ابن الحبيب يعني عليه تعليقات هذا النص أيضا ايه عبد الحبيب؟ هنتكلم فيها في السلسلة إن شاء الله. لا ابن الحبيب هذا ما فيش مشكلة، خدوا اهو كمان. هنتفق مع بعض، حاول تعمل بقى الحركة اللي قلت لك عليها ان نطلع بالتليفون كده بالعرض مش بالطول، لان بالعرض بيبقى افضل، وتكبر الشاشه بحيث تاخد ايه. طيب كيف هذه الطريقة؟ كيف تكون هذه الطريقة؟ اي بص يا حاج، احنا اهو ادي التليفون كده واقف، لا انت هتميله كده مش راضي يميل. ليه؟ لانك لازم في حاجه في التليفون اسمها تدوير تلقائي. شايف كلمه اهي تدوير تلقائي دي؟ دي فين هي؟ تمام. اهي بص لما عملناها مش راضي يميل. طب لما اعملها اهو افتح التدوير التلقائي هيميل. شايف الفكرة؟ اسمها تدوير تلقائي، هتلاقيها جوه، نزل الجهاز هتلاقيها فيه من فوق، عرفت. افتحها. يعني مثلا يعني لما اضغط على تدوير تلقائي وابدا في البث مش هقلب النص، مش هقلب الهاتف صح؟ ولا ضروري لا اقلبه؟ ايوه تعرف تعمل بث والتليفون كده في الفيسبوك؟ تعرف تعمل بث والفيسبوك معدول كده؟ احنا مثلا لو دخلنا الفيسبوك اهو، ادي الفيس، فتحنا الفيس اهو، مش فاتح مش مشكلة. الفيس مثلا اهو، تمام. تعرف فهمت لو عملت الطريقة. كده مش راضي يميل. بص الفيس مش راضي يميل ازاي؟ ليه؟ لازم تفتح التدوير التلقائي كده. فتحنا التدوير التلقائي، بص الفيس هيعمل ايه؟ مش عايز يجي. تمام أنا فهمته. فهمت بس يعني الفكرة المراد؟ مش راضية تعمل. فهمت المراد؟ اعمل تمام فهمت. افتح التدوير التلقائي هيفتح معاك التليفون بالعرض، هو ده المطلوب اهو، فتح بالعرض. تيجي تعمل بث ساعتها بيقوم جايب الشاشة بالعرض، والشاشة بتبقى كبيرة زي في الحوارات مع سايمون كده، زي ما بتشوف مع سايمون بيحصل. تمام إن شاء الله تمام؟ حنكمل. وبارك الله فيك أخي محمد، أنا سعيد بالوجودي آمين معك. وإياك، حفظك الله جزاك الله خير. وغفر لنا ولك يا رب العالمين. اللهم حبيبي أنت بارك الله الله فيك. معك. الله يبارك. آمين السلام عليكم. عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.